تفاهم رائع بين الثنائي هذا. وصلت السيد لبوسكيتس، سيرجيو بوسكيتس على جهة اليسرى لتياغو، تياغو يفضل المراوغة، دائما عنده الكرة، يوصلها لتشافي، دخل ميسي، تشافي يا لعب التسديدة، الهدف جول ادريانو، تسديدة رائعة ويسارية من ادريانو يفتح مجال التسجيل للبارسا بعد 11 دقيقة لعب. يا لعب التسديدة من تشافي القائم رد، ويا لعب من متابعة من ادريانو يفتح مجال التسجيل للبارسا في اول اهدافه. ادريانو، ادريانو البرازيلي 26 سنة يفك العقدة منذ البداية. تشافي القائم الايمن يرد، وادريانو مثل ما جاءت بيسراه تصطدم بالدفاع، وياتي الهدف الاول لبرشلونة امام سبورتينغ خيخون في ملعب المولينون بخيخون. برشلونة هدف، سبورتينغ خيخون صفر. طبعا دليل على انه فريق برشلونة بدا ياخذ ال ال ال